يستقبل موتاليف ميرزويف من جمهورية قبردينيو بلقاريا جنوب غرب روسيا عامه الأول بعد المئة في حديقة بيته، فهو لم يتعلم خلال هذا العمر الطويل أن يقعد عن العمل. إنه يعمل كثيراً جداً، لا يهدأ أبداً، لا صيفاً ولا شتاءً. كم مرة قلت له لا تنهك نفسك، عليك أن ترتاح. ميسرخان تشيتشينوفا عملت أغلب عمرها طباخة، وفي عمر 107 سنوات لا تزال هي سيدة المطبخ في بيتها. الحشوة جاهزة. نعم. فرغت الجدة دانا من قرية السورخ ديغورا الداغستانية لتوها من مساعدة أسرتها في تقشير الذرة، وها هي الآن تتفرغ لقضاء بعض الوقت أمام مرآتها، فكونها امرأة طاعنة في السن لم ينسها أبداً أنها امرأة. أنا دانا بتشيغويفا، عمري أكثر من 100 سنة. كيف يمكن أن تتفادى الهرم؟ كيف تهدي لنفسك سنوات عمر إضافية؟ للإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها سيطوف فريق من العلماء الروس أرجاء العالم كله. انظر يا مراد، صرخ حقيقي لطول العمر في الكوكاز، سواء من حيث عدد سنوات حياته أو تصميم شاهدة قبره. 167 سنة، من المستحيل أن يعيشها إنسان. هدف هذه الرحلة هو دراسة قصص أكبر الناس عمراً وعاداتهم وأماكن سكنهم. فهؤلاء المعمرون اكتشفوا وصفة العيش المديد بصحة وعافية دون أن يعرفوا ذلك. ميسر خان بيكيرفنا، سنجرب الآن أن نجري لك اختباراً بسيطاً. أرجو أن تطوي هذه الورقة إلى النصف بيد واحدة. احتذاءً بهؤلاء الناس المدهشين، سنحاول أن نستنتج الصيغة المثلى لطول العمر وأن نعرف منهم قواعد حياة ابن 100 سنة. الكوكاز من أضخم الكتل الجبلية في العالم، تقع بين هذه القمم الثلجية القمة الأعلى في روسيا وفي كامل أوروبا، قمة جبل إلبروس الذي يتجاوز ارتفاعه 5000 متر. يعد هذا الجبل من أشهر رموز جمهورية قبردينيا بلقاريا الواقعة شمال الكوكاز. ومنذ عام 2012 تجري في عاصمتها نالتشيك محاولة اكتشاف سر الأعمار المديدة التي تشتهر بها منطقة الكوكاز. اسمي مراد جاوبير ميزف، عمري 24 سنة وأنا طالب دكتوراه في قسم علم الوراثة. مراد جاوبير ميزف دكتور في العلوم التاريخية ويختص في علم الوراثة الإثني، وهو مشارك فاعل في هذا البرنامج، يقوم مع زملائه بتحليل العينات البيولوجية التي تم جمعها من كل أرجاء الكوكاز، وهي عينات دم وحمض نووي من الأشخاص المعمرين. حدث أن رفض الأبناء والأحفاد سحب عينة دم من جدتهم، وكان السبب الرفض أن الجدة لم تعطي دمها ولو مرة في حياتها، ولم تحقن بإبرة واحدة، ولم تتناول كذلك أي أدوية. هذه الجدة ستكمل في هذه السنة عامها 108. يهدف العلماء إلى العثور على المفتاح الحصري للشيخوخة المفعمة بالحيوية في جينات المعمرين الكبار. يسكن الكوكاز عدد هائل من الشعوب والأعراق والتفرعات العرقية، ويختلف كل شعب عن سائر الشعوب، بعضها يعيش في مناطق جبلية وبعضها الآخر في سفوح الجبال أو في منطقة سهول الكوكاز. مع ذلك تجد بين جميعها عدداً أكبر من المعمرين، أو على الأقل ممن يقولون إنهم معمرون. تسجل تواريخ الميلاد عادةً بناءً على ما يقوله المعمرون أنفسهم، فهم يقدرون أعوام ميلادهم اعتماداً على الأحداث التي وقعت في القرية أو داخل الأسرة. طبعاً مثل هذه الطريقة تفتقر للدقة. مثال على ذلك شير علي مسليموف، يعتبر رسميا أكبر مواطني الاتحاد السوفيتي، مات عام 73 عن سن تناهز 168 عاما.
في قرية بارزاوو في أعالي الجبال يعيش الشير علي مسليموف، وعمره 158 سنة. لقد عاصر بوشكين وليرمنتوف. للأسف لا يمكن تأكيد هذا الرقم القياسي بالوثائق، ولهذا يشكك علماء الشيخوخة كثيراً بمدى وثوقية الإبلاغ عن العمر، إذ يصعب تصديق أن يمتد العمر بالإنسان إلى هذا الحد. إذا أخذنا الشعب البلقاري تحديداً، يمكن القول إن الشخص الذي يبلغ 100 سنة من العمر يسمونه جوزيليك. يوجد أيضاً مصطلح يخص من تبلغ أعمارهم 150 عاماً، وهو كشتيك، أي يمكن أن نقول إن الناس في العصور الغابرة كانوا يحتفلون ببلوغ 150 سنة من العمر، أو الأصح نفترض أنهم ربما احتفلوا ببلوغ هذا العمر. بصفتي عالماً، يصعب علي أن أصدق أن الإنسان يمكن أن يعيش أكثر من 120 سنة. هذه الأعمدة على الشاشة أجزاء من حمض نووي، لها صلة بأمراض وخيمة مثل السرطان أو الجلطة القلبية أو داء الزهايمر. عادة ما تبقى هذه الأجزاء عند المعمرين هامدة حتى الشيخوخة الطاعنة. يبحث العلماء عن سبب مثل هذه المميزات الوراثية في جينات 50 من المعمرين القوكازيين الذين تجاوزوا عتبة 100 سنة، وكان من أول المسجلين في قاعدة البيانات التي أعدها علماء الشيخوخة رجل يعرفه خبيرنا مراد جوبيرميزوف منذ الطفولة، فهما يقطنان القرية نفسها. اسمي مؤتلف، أنا ابن سلطان ميرزويف، وعمري 100 عام وعام. مؤتلف سلطانوفيتش ميرزويف من أهل الجبال الأصليين. قضى هذا العجوز أول 20 سنة من عمره في أعالي الجبال. تقع القرية التي ينحدر منها فيرغنيتشيغيم على ارتفاع حوالي 2000 متر فوق سطح البحر. بدأت منذ 10 من عمري أساعد أبي في رعي الدواب في الجبال. بعد ذلك اشتغلت في مزارع الدولة وكنت راعياً. صعدت إلى مرتفعات لا أتمناها لأحد. انتقل مؤتلف سلطانوفيتش إلى السهول في نهاية ثلاثينيات القرن الماضي، حيث تبين أنه منشد جيد للأغاني الشعبية، ولكن لم يكتب له أن يصبح فناناً. فقد بدأت الحرب العالمية الثانية وتم تجنيده للقتال مع فوج الفرسان. دافعنا عن القرم بسيوفنا، حاصرنا الألمان بدباباتهم في عام 41، فوقع 500 فارس في الأسر. لم يتم تخليصه من مخيم أسر الحرب في النمسا إلا في عام 1945. قبل ذلك حاول الفرار 3 مرات، وفي كل مرة كانت تفشل محاولته، فيقبض عليه ويشبع ضرباً ويقاد ثانية إلى الأشغال الشاقة. بقيت الأوامر باللغة الألمانية في ذهنه إلى الأبد. يجري منذ الصباح التحضير لوليمة على الشرفة الصيفية. الأول من تموز، تاريخ مميز في أسرة ميرزويف. اليوم يتم مؤتلف سلطانوفيتش عامه الأول بعد 100. الاحتفال بعيد الميلاد الأول بعد 100 متواضع، وقد دعي إلى بيت ابنته في قرية يانيقوي عدد محدود من الأقارب والأصدقاء. قوة مطبخ الكوكاز المعاصر تكمن في تقاليده، أساسه أكلات لم تتغير على مدى مئات السنين،
وفي قبردينيو بلغاريا تتفاخر ربات البيوت بمدى إتقانهن للفطائر المحشية المسمى خدشين. إنها فطائر مستديرة مع البطاطا أو الجبن أو الخضار أو اللحم، وهي الطعام المفضل للقبرديني والبلغاري على السواء. وفيما عدا ذلك يختلف المطبخ الوطني بين الشعبين. أحد الشعبين يعمل أكثر في تربية الحيوان، فتغلب على طعامهم مشتقات الألبان واللحم. أما الثاني فيعمل أكثر في الزراعة، أي ينتج منتجات زراعية، ما يعني أن غذاءهم مختلف. اعتمد شيوخ هذه المنطقة منذ طفولتهم على نظم تغذية مختلفة، وبالتالي يصعب أن تجد في تاريخهم الغذائي مصدراً مشتركاً لطول العمر. ولكن مكونات المائدة هنا وهناك منتجات محلية طبيعية كما كان الأمر منذ قرن. من النادر أن ترى قالب حلوى من السوق. في نفس اليوم على مسافة 100 كيلومتر من يانيكوي عند سفح جبل إلبروس يجري الاحتفاء بمعمر آخر. تفيد بيانات دفتر الهوية أن عميد أسرة أوزدينوف ولد في الأول من تموز عام 1909. أنا أوزدينوف إسحاق خشويفيتش، عمري 105 سنوات. ولد إسحاق أوزدينوف ولا يزال يعيش في قرية فيرخني باكسان في سفح جبل إلبروس. بخلاف أغلب جيرانه، لقد تعلم القراءة والكتابة باكرا في مسجد القرية. كان والداه متدينين تدينا شديدا. مات أخواي الأكبران في أسبوع واحد. لقد أخرجوني من المدرسة، فصرت أمين مستودع، ثم صرت محاسبا، وفي سنة 1944 قمعونا جميعا ونفونا إلى كازاخستان. فمكثنا هناك فترة طويلة، نجونا بأعجوبة. أما هنا فلم يسمحوا لنا بالعمل، استطعت فقط أن أعمل راعيا. عمل إسحاق أوزدينوف في المراعي الجبلية حتى عقده السابع. كانت تعاليم الدين والقيم التقليدية هي ما يسطر أسلوب حياته. لم أجرب التدخين ولو مرة في حياتي، إنه ضار جدا. السجائر تدمر صحة الإنسان، الفودكا تدمر الحياة. مرة صبوا شيئا من الفودكا في كأس النبيذ الذي كنت أشربه، وبعدها تركت الخمور تماما، والحمد لله الذي هداني. تزوج هذا الشيخ الحكيم في صباه من فتاة من عمره، وعاش معا حياة زوجية سعيدة استمرت 70 عاما. توفيت زوجته الحبيبة عام 2013. قبيل موتها نشرت جريدة محلية مقالة عن الزوجين المعمرين كان عنوانها 100 سنة مشتركة. أنا أحب الحياة، أتمنى لو أعيش 100 سنة أخرى. لا يمكن أن تتعب من الحياة، من فيه روح يحب الحياة مهما طال عمره. رغم التجارب القاسية والعمر المتقدم وفقدان زوجته العزيزة، بقي إسحاق أوزدينوف بعيداً عن اليأس. يرى علماء الشيخوخة المحليون أن حب الحياة صفة مميزة لدى المعمرين الكوكازيين.
اسمي آلا إناروكوفا، عمري 65 سنة. أنا رئيسة جمعية علم الشيخوخة في قبردينا بلقاريا التابعة لأكاديمية العلوم الروسية. تتابع الأستاذة آلا إناروكوفا صحة مواطنيها المسنين منذ تسعينات القرن الماضي، وخلال هذه الفترة أجريت في مركز الجمهورية لعلم الشيخوخة مئات البحوث النفسية. بفضل قدرتنا على مقارنة الناس في مركز علم الشيخوخة، استنتجنا أن أولئك الذين ينتمون إلى مجموعة المعمرين مستقرون نفسياً وإيجابيون. إنها عوامل نفسية، الموقف من الحياة، وربما بعض العوامل الوراثية. القدرة على مقاومة الضغط والتوازن النفسي والتفاؤل، هذه الصفات يتصف بها أغلب المعمرين المحليين الذين وصلوا إلى سن المئة. وهناك عامل آخر يساهم في طول أعمارهم، وهو أنهم عندما يدخلون طور الشيخوخة لا يجدون أنفسهم منفردين في مواجهة متاعبها. إنهم يعيشون على الأغلب في عائلات كبيرة من عدة أجيال، فيشعرون بأن الآخرين بحاجة إليهم. إذا كان المعمر يعيش في أسرة في القوقاز فلن يبقى وحيداً، بل على العكس سيزيد الاعتناء به وسيعامل كما لو كان آنية من الكريستال. هذا المعمر من سفوح جبل إلبروس محاط بعناية 6 أولاد وعشرين حفيداً وثمانية وعشرين من أبناء أحفاده. يلاحظ الأقارب رصانته واهتمامه البالغ بالأحداث التي تقع خارج قريته. إن إسحاق خوشويفيتش أفضل من يمكن أن تجرى عليه دراسة قصيرة. سنجري الآن اختباراً صغيراً، يجب الإجابة عن عدة أسئلة. في أي سنة ولدت؟ عام 1909 في شهر تموز. هذا من أول الاختبارات في تاريخ علم الشيخوخة. طور الأستاذ هنري هودكنسون من بريطانيا سنة 72 من القرن الماضي سلسلة من 10 أسئلة يتم فيها اختبار المدارك العقلية بشكل سريع. سؤال آخر، متى بدأت الحرب العالمية الأولى؟ الأخيرة؟ الأولى؟ لا أتذكر هذا. الحرب العالمية الأولى؟ نعم، لا أتذكر هذا. لم يجب طبعاً عن كل الأسئلة، ولكنه أجاب عن بعض الأسئلة الصعبة مثل اسم رئيس الدولة بسهولة فائقة. هل تستطيع أن تقول اسم رئيس روسيا؟ بوتين. كانت المهمة الأخيرة هي الأصعب، والمطلوب هو العد العكسي من 20 إلى 1، ولكن إسحاق نفذها بسهولة مذهلة، فقد عد ليس بلغته المحلية فقط بل بالروسية أيضاً. 20 19 18 17 16 15 14. لقد نجح إسحاق أوزدينوف في تنفيذ نصف الاختبار. إنها نتيجة ممتازة لشخص ولد في العام 9 من القرن الماضي. من أبرز مهام برنامجنا التحقق من عمر المشاركين المعمرين. تبين أن تنفيذ هذه المهمة في شمال القوقاز أمر شاق. اضطر خبير المشروع مراد جاوبيرميزف إلى الخوض في أعماق التاريخ والوصول إلى اكتشافات مذهلة. العجيب أن الكثير من المعمرين في هذه المنطقة يحتفلون بعيد ميلادهم في نفس اليوم الأول من تموز. أغلب المعمرين في هذه المنطقة عيد ميلادهم في الأول من تموز، وتفسير هذه الظاهرة أنه في عصر الاتحاد السوفيتي كان جميع المعمرين الذين لا يعرفون تاريخ ميلادهم الدقيق يتم تسجيلهم في منتصف السنة، أي في الأول من تموز. وبعد تحقيق عميق استطاع باحثنا ابن مدينة نالشيك أن يعرف العمر الحقيقي لإسحاق أوزدينوف، ولكن قبل ذلك سنذهب للبحث عن أكبر سكان قبردينيو بلقاريا عمراً.
تشمل قاعدة بيانات حوالي 200 مسن عمر أكبرهم 108 أعوام، ولكن في هذه القرية تقطن جدة لم أتعرف عليها بعد، يقال إنها تجاوزت 120 من العمر. هذه العجوز يسميها أقرباؤها حصراً نانا، أي الجدة. لقد ربت نانا خلال عمرها 8 أولاد، وهي تعتني الآن بأحفاد أحفادها. يا حبيبتي، يا ذهبي الخالص، يا جميلتي، ليتني أفرح بزفافك. يعتبر الأقرباء والجدة معمرة بالوراثة، إذ يقال داخل الأسرة إن والد نانا عاش 114 سنة. لا توجد أي بيانات تؤكد هذا الأمر، ولا تتذكر الجدة تاريخ ميلادها الدقيق. حقاً لا أتذكر لقبي شاوفا، يقال إن عمري 125 عاماً. الرقم القياسي لعمر الإنسان الذي تحقق منه العلماء رسمياً هو 122 سنة و164 يوماً. دفتر هوية هذه المعمرة الكوكازية هو الإثبات الوحيد لعمرها العجيب. إذا صدقنا هذه الوثيقة، فإن النانا الشاوفا ولدت في القرن قبل الماضي. أولاً سجل في هويتها أن يوم ميلادها صفر والشهر صفر، بما يعني أن لا أحد يعرف تاريخ ميلادها ولا حتى هي نفسها. ثانياً ابنتها الصغرى ولدت في الستينات، أي بحسبة بسيطة نستنتج أن نانا كانت قد تجاوزت 70 من العمر حين أنجبتها. وأخيراً مظهرها لا يوحي بأنها معمرة، يبدو من هيئتها أنها لم تتجاوز 90. وثيقة الهوية الروسية لهذه السيدة صدرت بناء على وثائق هويتها السوفيتية، ولا يستبعد علماء التاريخ الذين يبحثون ظاهرة المعمرين فرضية أن تكون دفاتر الهوية في بعض المناطق قد تم توارثها سابقاً من جيل إلى جيل. رغبة الناس في أن يعيشوا عمراً طويلاً بصحة جيدة هي ربما ما صاغ هذا الموقف، بسبب الرغبة في أن تكون هناك ظاهرة معمرين في مجتمعهم. إنها مسألة معقدة تحتاج إلى دراسة. تحديد العمر الدقيق للشيوخ في قبردينيو بلقاريا مسألة في غاية الصعوبة. لقد ولدوا في بداية القرن الماضي، وأغلبهم كان يعتنق الإسلام. لم تكن الولادات تسجل في المساجد، فالسلطات القيصرية لم تكن تولي اهتماماً لمثل هذه البيانات. في السابق قبل الثورة لم يكن هناك فعلياً تسجيل للمواليد الجدد في التجمعات السكنية. المعلومات الوحيدة عن الأعمار تضمنتها سجلات العائلات الخاصة بمنطقة نالتشيك في محافظة تيرك، والتي تم تدوينها في عامي 1886 و 1905، وللأسف ضاعت بيانات الكثير من التجمعات السكانية. مرت جمهوريات شمال القوقاز خلال المئة عام المنقضية بأكثر من محنة وخيمة. بدأت بأحداث الثورة، ثم جاءت الحرب الأهلية، فالاحتلال النازي، ثم محنة الترحيل القسري للأهالي في أربعينات القرن الماضي. بالنتيجة فقدت من الأرشيف بيانات عن مواطني قرى بكاملها. حاولنا أن نجد معطيات عن ميلادهم، حاولنا أن نجد مواد تخص أسرهم، ولكن للأسف لم نعثر على أي مواد تتعلق بمعمرنا. سيرة حياة أحد أبطالنا أشارت علينا بالوجهة الصحيحة للبحث. فمنذ 70 سنة وقع إسحاق أوزدينوف ابن قرية فيركني باكسان ضحية للقمع الستاليني. بقيت وثائق عنه في أرشيف وزارة الداخلية. بالنتيجة استطعنا التحقق من عمر المعمر الثالث فقط. سن المعمر الثاني كان مغايراً للسن المسجل في دفتر الهوية، كان عمره أصغر مما في وثائق هويته. أثبت التحقيق في الوثائق أن إسحاق أوزدينوف أصغر بعشر سنوات من عمره المعلن.
هذا الشيخ الكوكازي يبلغ من العمر 95 عاماً، وهو يعتبر معمراً أيضاً وفق تصنيف منظمة الصحة العالمية. تقع قرية كشخطاو العريقة على مسافة 30 دقيقة بالسيارة من نالشيك، ولم تنجو من قمع أربعينيات القرن العشرين. تشهد معطيات أرشيف وزارة الداخلية أن صاحبة هذا البيت كان عمرها آنذاك 35 سنة. أنا مسير خان تشيتشينوا، عمري 108 سنوات. قضت ميسرخان بكيروفنا في المنفى ما يقارب 13 سنة، وبعد عودتها إلى موطنها لم تغادر قبردينيو بلقاريا يوماً ما. عملت أغلب حياتها طباخة في مزرعة تعاونية جبلية، وتقاعدت عام 1968. الحشوة جاهزة؟ نعم. في عامها الثامن بعد المئة لا تزال ميسرخان بيكارونا تساعد أهلها في أعمال المنزل. بلغت ابنتها الكبرى منذ فترة قصيرة 83 سنة. يعيش في روسيا الآن 86 شخصاً من فروعها المباشرين، بين 7 من أحفاد أحفادها. عشت كل هذا العمر بفضل الله، آكل مثل كل الناس، اللحم والسمن، وأتنفس الهواء نفسه. تبدو معمرة كشخطاو أصغر من عمرها بكثير. ليس فيها من علامات الهرم سوى ضعف سمعها وبطء خطواتها الحذرة. أما الأمر النادر الذي تتميز به فهو أنها لا تشكو من بصرها، وبوسعها الآن خياطة زر في قميص. الدقة في حركة اليدين علامة على العقل المتوقد، ويمكن التحقق من ذلك باختبار قد يبدو بسيطاً. ميسر خان بيكارونا، سنحاول الآن أن نجري اختباراً بسيطاً. أرجو أن تطوي هذه الورقة إلى النصف، ولكن بيد واحدة. تدخل تجربة الورقة في عداد الاختبارات النموذجية للمسنين، ويستخدمها الأطباء للتحقق من دقة الحركة لدى الشخص وتشخيص الوضع النفسي للمريض. من المهم جداً كيف ينفذ الشخص المهمة المطلوبة. هل ينفذها بعناية أم يتركها قبل أن يتم إنجازها؟ هل يصحح أخطاءه أم يرضى بأي نتيجة؟ بناءً على كل هذا يمكن أن نستنتج مزاجه. هل عنده اكتئاب أو خمول؟ يمكن أن نستنتج كل ذلك من نتائج هذا الاختبار. شكراً جزيلاً لك، أحسنت. ممتاز. لا أطلب الكثير من حياتي، كنت أعرف دوماً كيف أفرح وأسعد. أحب أن أعيش أكثر ولا أريد أن أموت حتى الآن. المعمرون الأصحاء موضوع دراسة مستمرة من قبل علماء الشيخوخة. تشير الإحصاءات إلى أن 10% ممن بلغوا 100 من العمر في كل أنحاء العالم لا يعرفون المرض. ومسر خان تشيتشينوا واحدة من هؤلاء. الضغط 130 على 70، الضغط جيد جدا، ليت الكل ضغطهم كهذا. هذه المرأة الرقيقة لم تمكث يوما في المستشفى. كل مؤشراتها الصحية طبيعية. تخطيط القلب لا يدعو للقلق. لا يوجد ما يدعو للقلق، القلب منتظم. لو دققنا كثيراً يمكن أن نقول أن لديها تضخماً في البطين الأيسر. تخطيط ممتاز بالنسبة لعمرها. مي
لقد درسنا أمراض القلب والشرايين بما في ذلك مرض ارتفاع الضغط ومرض الشريان التاجي، وبحثنا انتشارها حسب المناطق بما في ذلك هنا في قبردينب القرية الصغيرة. قسمنا الجمهورية إلى جبال وسفوح جبال وسهول ودرسنا انتشار هذه الأمراض. الوضع في أعالي الجبال أفضل بكثير، ربما يؤثر المناخ في حالة المسنين، وربما كانت اللياقة البدنية لدى من يعيش في جبال أفضل. الجهد البدني بالنسبة لسكان الجبال هو الحالة الوحيدة لوجودهم. عندما ولد المعمرون الحاليون كان بقاؤهم يتوقف على العمل اليومي، وقد حافظ شيوخ القوقاز على عادة العمل اليومي طوال حياتهم. يعيش في القوقاز أكثر من 50 مجموعة عرقية مختلفة، ويمكن أن نصادف في كل واحدة منها معمرين من أصحاب الأرقام القياسية بدأت دراستهم في حقبة الاتحاد السوفيتي، ولكن أولى رحلات البحث الكبرى كانت في عام 1957، غير أنها لم تكن إلى قبردينيو بلقاريا بل إلى أوسيتيا الشمالية المجاورة. تقع جمهورية أوسيتيا الشمالية ألانيا في قلب الجزء الروسي من جبال القوقاز، وتشغل سفوحها وقممها حوالي نصف مساحة الجمهورية. وكما هي الحال في قبردينيو بلقاريا المجاورة، نجد هنا ما يمكن أن نسميه تقديس الأعمار الطويلة. اسمي أصلان تسوتسيف، أنا عميد كلية التاريخ بجامعة أوسيتيا الشمالية الحكومية، عمري 46 عاماً. يهتم الدكتور في العلوم التاريخية أصلان تسوتسيف منذ كان طالباً بماضي بلده. سافر في كل أرجاء أوسيتيا الشمالية في رحلات التنقيب عن الآثار. وقد عثر مؤرخنا على دلائل الاهتمام الخاص بكبار المعمرين في أماكن غير متوقعة بالمرة. انظر يا مراد، هذا صرح حقيقي لطول العمر في القوقاز، ربما من أكثرها إثارة للاهتمام في أوسيتيا، سواء من حيث عدد سنوات حياته أو تصميم شاهدة قبره. ولكننا ندرك أن 167 سنة من المستحيل أن يعيشها إنسان. هل هذه شخصية أسطورية أم حقيقية؟ أنا أعرف ابن حفيده الذي سيبلغ في السنة المقبلة 90 من عمره، ويقول إن هذه الشاهدة نصبت عام 1913 من قبل أحفاد جيسو مرزاجانوف، أي أن الشخصية حقيقية تماماً. أما فيما يخص الكتابة نفسها فأعتقد أنه تم ترميمها وتغييرها، وحسب طريقة الكتابة هنا في نهاية الكلمة يفترض أن يكون هناك حرف إضافي حسب قواعد كتابة اللغة الروسية قبل الثورة، وعلى الأغلب لم يكونوا قد كتبوا كلمة نصب تذكاري، بل كانوا كتبوا يرقد تحت هذا الحجر. هذا الحجر المنقوش يقع على جانب طريق كثير الحركة، وهو دليل واضح على أن طول عمر أهل القوقاز محل فخر أقربائهم وأصدقائهم. كنت أعرف جيداً جدة زوجتي التي توفيت مؤخراً عن 113 سنة. حسب الهوية كانت من مواليد 1895، وحتى عندما كانت طاعنة في السن كانت كعادة النساء تخفي عمرها، وحين بلغت 100 عام كان ابنها يقول لها: ها قد صار عمرك 100 سنة يا أمي. كانت تغضب وتقول: أي 100، عمري 70 فقط. وكان ذلك يضحكه لأن عمره هو كان قد بلغ 70 وقتها، كان أكبر أولادها من زوجها الثاني. حسب الإحصاءات يعيش في أوسيتيا الشمالية في الحاضر 93 شخصا تجاوزوا سن 100، 30% منهم فقط من أهل المدن والباقون من أهل الريف.
ولدت دانا بيتشي جويفا في ضيعة جبلية عريقة تقع على ارتفاع 1700 متر فوق سطح البحر، وانتقلت إلى منطقة رافسكي في سفح الجبل حين بلغت سن الكهولة. أنا دانا بيتشي جويفا، أنا من وادي ديغورا، عمري أكثر من 100 سنة. لم تحصل دانا بيتشي جويفا يوماً ما على شهادة ولادة، لم يبقى لها ذكر في وثائق الأرشيف. استطعنا تحديد عمرها بفضل قيدها الريفي. أحد المصادر التي يمكن على الأقل أن تؤكد تاريخ ولادة المواطن أو عمره التقريبي سجلات البيوت التي كانت بحوزة اللجان التنفيذية لمجالس القرى، وكانت المعلومات فيها تأتي على فترات قصيرة نسبياً. سجلات البيوت مصدر فريد للمعلومات عن عدد سكان الأرياف وأعمارهم ومستوياتهم التعليمية وممتلكاتهم الشخصية. هذه التقارير السنوية لسلطات الإدارة المحلية تجهز في روسيا منذ عام 1935، وفي الكثير من الإدارات الريفية لا تزال السجلات القديمة محفوظة حتى الآن، وقرية دانا بيتشي جويفا واحدة منها. هذا السجل رقم 1 لإدارة القرية عن سنة 76. ما هو اللقب؟ بيتشي جويفا. سننظر الآن ماذا لدينا. بيتشي جويفا دانا، مواليد عام 1907 أوسيتية، تعرف القراءة والكتابة. هل كانت مقيمة هنا دائما؟ لا لا، انتقلت إلى هنا في الخمسينات تقريبا، قادمة من وادي ديغورا. هذا بعيد من هنا، نعم، حوالي 70 كيلومترا من هنا في الجبال. أتسمح لي أن أنسخ هذا؟ تفضل. كانت الحياة في الماضي صعبة، كانت حياة جوع، الأولاد كثر ومصادر الغذاء في الجبال قليلة. كنا نعمل كثيراً من أجل أن نبقى أحياء. كنا نأكل الثمار البرية ومختلف الأعشاب ودرنات تفاح الأرض. في الصيف كنا ننزل إلى السهول ونعمل طوال الصيف، ثم نعود في آخر الخريف نجمع الأعشاب أو نحصد الذرة أو القمح. ترتبط حياة عائلة بيتشي جويف كما كانت منذ 100 عام بأعمال المنزل. يوجد في العائلات التقليدية في القوقاز تقسيم ثابت بين عمل الرجال وعمل النساء، وتقع أغلب مهام تدبير المنزلي فضلاً عن تربية الأولاد على عاتق النساء. كنت أحب الرقص والغناء، نادراً ما كنا نفرح مع أندادنا إلا في الأعراس. في تلك السنين كان يجب أن تكون الأولى في كل مكان، في البيت وفي العمل، الحياة كلها سعي وركض. بعد تقاعدها ظلت دانا بيتشي جويفا تعتني بنشاط بشؤون المنزل. لم يكن لها أبداً وقت فراغ إلا حين طعنت في السن. حياة دانا اليوم يملأها التواصل المستمر مع أهلها والأعمال اليدوية، ولكن رغم تقدمها في العمر لا تزال دانا كأي امرأة حقيقية تعتني بمظهرها.
هذه الجدة التي تجاوز عمرها القرن تعتني بنفسها كصبية، تحب طلاء الأظافر والمكياج. يقول أقاربها إنها تحب وضع أقنعة الفواكه على وجهها حتى الآن، وتلزم كل نساء الأسرة بأن يفعلن مثلها، فتجبرهن جميعاً على الاعتناء بأنفسهن. مرحباً، مرحباً. هل وصل الخبز؟ كيف الأحوال؟ شكراً، كل شيء على ما يرام. في الجانب الآخر من منطقة إيرافسكي قرب الحدود مع كبردينيو بلقاريا، تعيش امرأة أوسيتية مذهلة أخرى، ولدت قبل شهرين من بداية الحرب العالمية الأولى. خليمات خاتساونوفا احتفلت عام 2014 بعيد ميلادها 100. اسمي خليمات، تجاوزت 100 من العمر. توفي زوجها في عام 1973، وخلال 40 عاماً الماضية كانت خليمات عمرفنا كبيرة العائلة في بيت خاتساونوف، يسمع أهلها نصائحها حتى الآن. الشباب في هذه الأيام طيبون، طبعاً هم لا يعيشون كما عشنا نحن، ولكن الزمان تغير أيضاً. حياتنا كانت أسهل وحياتهم الآن صعبة. في هذه الأيام يمرض الشباب كثيراً، كنا أحسن صحة منهم. أظن أن الصحة أهم ما في الحياة. لا تتميز هذه السيدة المعمرة بموفور صحتها فحسب، بل هي أيضاً مثال ناطق على النظرة الإيجابية للحياة عند المسنين في القوقاز. جيران خليمات يعتبرونها أخف أهل القرية دماً. قبلت هذه المرأة المئوية على الفور أن تخضع لاختبار غير عادي. خليمات أمارفنا، سنجري الآن اختباراً لتناسق الحركات. سأرمي لك الكرة وأنت ترمينها لي. هل نبدأ؟ تترافق عملية الشيخوخة بخمود جميع المؤشرات الفيزيولوجية، ولكن خليمات خاتساونوفا أثبتت أنه حتى في عمرها يمكن المحافظة على سرعة الاستجابة وحسن تناسق الحركات. لم يخطر على بالي أبداً أنني سألعب بالكرة مع شخص عمره 100 عام. نتائجك ممتازة. هل كانت اللعبة صعبة؟ سهلة. ما سر نشاط هذه الجدة الفريدة وحيويتها؟ ليس عندها أسرار خاصة. قاعدة الحياة الرئيسية يتفق فيها معها أغلب المعمرين المحليين. المهم أن تعمل ولا تركن للكسل، وعندها تأتيك الصحة. القرية العريقة الإسكين، النقطة الأخيرة في رحلتنا العلمية بشمال القوقاز. بعد دراسة سير المعمرين وعاداتهم ونفسياتهم، يستعد مراد جوبر ميزف لصياغة تصنيفه لطول العمر في القوقاز. العوامل الوراثية هامة بالتأكيد، ولكن المرأة لا يختار والديه، لهذا من المهم أولاً الانتقال إلى منطقة تقع على ارتفاع 1000 متر فوق سطح البحر على الأقل. ثانياً عناية الأقرباء في غاية الأهمية، عندما يشعر المرء أنه محبوب يساهم ذلك في إطالة عمره. ثالثاً يجب أكل المنتجات المحلية حسب الموسم. وأخيراً القاعدة الأخيرة هي النشاط البدني الضروري في كل الأعمار. هكذا صاغ الباحث الروسي استنتاجاته. المناخ الجبلي، العائلة الكبيرة، التغذية الطبيعية والجهد البدني، كل من هذه العناصر يمكن أن يهبك سنوات إضافية من العمر. التوسع في قوانين طول العمر هدف الخبير القادم في برنامجنا.